دمان مرتي شرفتا كسعوتا قيبها كلا دواني بلشدة هدين غلنا هيدو قاين دقاميتكا وضياشة شرفتا بضن قيبها وينكا فنانين تقارنكا روق عداغا فنكا اي هل كان نلتشوغا صحفين تروق عداغا علماء الدينكا وزيرة ضيح اللي بانضا هل كان كسوغان دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا هاي واحد نوبل أبانا يسح فلدة إن أنا يحلك كل أكلة وريجا يعني لبذا وزير شرفت بضن وزير كوري وزارة دورفا فينتا مدن عبد الله محمد ظاهر عكوسه ويمي كان وزير ك وزارة دحنا نضح ولاه الصومالي لان يا وزير كوري وزارة الدولية تهودا يا جديد كعركة إمي كان وزير كوزارة دورفا فينتا وعي جلنتا يا دقك مدن عثمان سحر الدين عطاني عبد الله سايين ودمانتين يسوقون من ماتا وقفوا لي ووهدين يا همبليو يا كالقعل وحي وهيي حبناها وزيرة حلك لك الوريقية وعيقنا الشرف بضان مدن وزيرة مرت الشرف تا مدح ذا دولة اللي بانا ذا يكسو قيب قلي حفلة وحنو قهرين ويريا شيخ شبيل سوى يدها قرآن الكريم كاينو واخريو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وحنو يريا قاسماء قود ورفافين تاقرق آذيات باد ما سنتهين إن النقل سوقيب كشان حفلة حلكة إنو كل وريشين إنو وزير لبدا وزير كورا وزارة وفد عبد الله هي وزير ك وزارة ورفافين تعصب عثمان تاسي أومان تهل كان محوها أي نجوبشو كنا هاي إن وهذا البدن الرمايو وحي وحقبة ده وزارة مدة أن تشوفنا السوق بتهي وزير كشيء دونا أن وزير عبد الله وزير كعصب أن سود ويننا وزير عبد الله هنا آذي أذبان وما هذنا قيا مدة في عنيد إيه أن وذا تشوفنا هل كان إن كود الشقين إني سدي وناكس عنيد إيه أن وذا الشقين إني هرمرك بلارن وزارة دن أنو قارسيني وزارة دن وها وزارة هالبولاء قرنكا وقابل سن وعيقلينتا دقنكا ورفافينتا إيه قرن نمد سومالان إن ميل فوق لقارسيو أف إنجريسي أف حبشي أف سومالي أف عربي با إيه إن دقنكا الله رمريو وحيابها سنة مدد أنو دشوقنا وزارة النوقب سوميوي فربديهين إذا عدا قرانكا إذا عدا وين اسمها وزارة حفيسية قبل الله توابرها شقالها قلبين تو وزارة كها وحيس قاعد يتيل سوسير كوجها لدونا لكن رنتي مدة هذا في عم بان صوت الشقيني وحنا هذه هذا وقع سنة شقالها إن الوزير كان وزير كان هو نصف في عن وسير نبت قليلنا أو شرفية كرامله وزير كان عصبنا سوى ناقصنا أو شرفية كرامله وسود وينه مدن وزير اسمه وانك سود وينه وسارة دنيوا وسارة هالبولاء شقالها ذو ما تقعنا إنك بدن لح بقوليه أذو تضاب بقولك في قارية إن وسارة صدق تقولين بالله شقية هبين كي مالين تي إيو ما تقعنا صبحي با وأن مشين كذا إيه تل إيه ما تقعنا إذا عدى إذا إيو إن محوها أنا بختين مركا وميل أذ حساسي و إن وحلاها إن مدة لبعض وسير فكرة وسارة دني وح أي مهم كتهاي وحينو شقالة وينها وحن ربا إني فهمان إني إنه وحيابها دعية ظروفها هي أي لقب سنة إنه وهي تهاي إسبدل كينو كمدي هي قيب كمدي الشقادة ومركا قف عصب لك هنا إسبدل عصبية تشانج عصبية تشانج عصب لنا قونا إيو تاسنا وقيب نولوش كمدا وحن كبورنا يا شقالة وسارة دا إني إنه سكود دوبنانو هرمركي وسارة دا كشقينو قارن مدي سومالان كشقينو وايو وعيق سومالان إنه قام ملفو قارسين كرنا بلشدين وحبري كرنا بعد الصحافة دا ماذا حبرنا وحلاها هاي ان وزير كعصب ان سود وينو وقت اي نسينو اي نلا شقينو وزير كين هو رح ننادو حولها تجينا اي نحوق لا شقينو سي حولها اي نو ينام تقعنا اي نان حولها اي ولابينو اي نهلك الف تيدا كرو قاعدنا ان الله هاي مر لبادي مر سد حبه وزير عدان سود وزير عبد الله هذه أدبان كوجم هذا قينا أذيب هذا هاي صحافة دم كسر شقيه خبرة بدن لو سارد دنولة ثلاثة هذه ونسوينا سؤال هذه ونسوينا أو هاي صورة وسارة دي واتكتك تهي محو ها وحبك عم خصيان يعني وحك استوى نقول تلين كرتو أو اللي هذا هاي هل كان هلا قصي وده ذلك وسير وانو محو ها سود ويننا آدي آد بان مر لبعض قوم هذا نقيا ما تشرفتا وحك لو وسير أن كل شيء جيا هل كان وحف فديا قما مرتي وسارة ده ورفا فينتا أو هل كان موسى وجوه الرئيو ده معنيه وح سمال لأن أي كان سويا لتهي إن موسى الفر وح كان سويا لتهي إن بي بي سي ده ذاتك كسو شقي إلا أبدا أي هل كان مانتين إلا تشوغان أو متقان إن محالك وكي أو كاي نوغين هل كان نغلا شقي إلا حساك ورابية يونس باين إلا تشوغا عبد السلام باين إلا تشوغا أحمد سعيد عيقاين إلا تشوغا مركاتاس وحي وإن أينو دير نحي وإن أينو دير نحي متقان محوها حسين وهل كانوا يسوقوا رويتر كشقيني با تشوغا حقر با تشوغا ده مركا إن وحويان وسارد وحي رفافين تو دير تهي odayaashii iyo khibradeedu way leedahay ilaa culimadeedu halka sheekh Ismaaciil deegan kaarka iyo halkaan aan kaarka sheekh aan kaarka culimadii mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay in soo dhawow wasiir in waan ku si waan waxa waan ku soo dhaweynayna wasiir koorna waan si nabad gelinayna de barbar ka baxda waa bakay la qaleen waxaan u yeerayaa imikana marayaha telefishinka qaranka mudan ay Cabdi Cali Maadi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat ma baad mar goor ilaahay baa mahadle الله سبحانه وتعالى ما أنت مدشان يسقوك كان كأني إنه قمير كأني يمان كأني بقمنا أيام ما هذا الله سبحانه وتعالى إنه هو أبو ري قبدا أرك ساري سمع الله اللي دا أيام ما هذا أنت مركان كسوق بو كل حفلة دني ما أنت واحد تارنت هاي وين كوا ورقبنا واحد تا هاي
حلوريتين أي لبدا وزير لك حلوريجا يان حلكي وزارة ورفافينتا أن وحن مركو هوري تعالى إن أن هركن كسلامو وزير كي هوري وزارة ورفافينتا دقن كا يوعي قلنتا مستر عبد الله وحن قلوا تعالى إن سلامو وزير كعصوب وزارة ورفافينتا مستر عداني أن كل هذا الكود إيران مايو أن وبعده هذا الكواحد تهاي إنه نكسر دو إنه وزير كعصوب وزارة ورفافينتا مستر عداني أن لا نهاي وزير كسر دو واو شيء كشك يلاب تبا وأن كفر إن شاء الله تعالى وحلاله وحمانه يا متيران وحيا نقول قبنا كرنا هي اليوم هو بوان نقول قرب تاعنا هاي ديارنا وان نكون هاي شقادنا هنا والله والله ابنه ديار بانونا هاي وزير عسوق غير دواجيه وزارة دني وحي كم تهي وزارة لها تلقى كوا وجب حد وين لي وقنا قالسان الله بس ده وزارة دبنا أمسين هنا تلقى هاي كهريان شغالة هركا صوف ديا ذرك يسويسير وشغالة شغية مالين تجمعة مالين تعيدة مالين تفسحة مالين والبا 24/7 وشغالة جوكتا وشغالة كسوغن قوبت عدو وشوغو اوكينا وراركا وكل بحالة دارك مريسو سيدا وحاكو دير شغاليه ديبدا هو ييغونا دلالك دوية دا ميلا بلدنك لجوغا مركا وحا نقولين اجمان تيو horta kusoo dhawow waxaanu kala oran halkan jacayl inaan ka sheego wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta ahna imiga wasiirka xanaanada xoolaha abdullahi aan mudayro kooban baan horta runtii abdullahi la shaqeynayay laakiinse aqoon hore abdullahi waan isu lahayn abdullahi wuxuu ahaa macallinkaygi dugsiga sare ee 1982kii maanta 2015kiina wuxuu noqday macallinkaygi saxaafada aan markii hore horta aad baan ugu mahadnaqay amdad yareeda koobnayd ee Cabdullaahi loo wada shaqeynayay ee Cabdullaahi runtii waa nin aan ku ahaa saxaafada Soomaaliland amba private ah ama public ah ee hadalkayga ku dheeran maayo saasa ku soo dhameeyaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ee waxaan u yeelayaa markan wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Marwo Shubri Xariir Ismaaciil dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan qiimaha badan ee xilwareejinta ee xilka ay kula wakal wareegayaan wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiir Ismaan iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdullaahi waxaan ugu horeyn uga mahadcelinayaa inay soo ajiibaan martiqaadkii aan ugu yeednayna nagala soo qayb galaan xilwareejinta xubnaha golaha wasiirada maanta goobjooga u ah xilwareejintan xubnaha ka socda golayaasha qaranka ee sharci dejinta odayaasha dhaqanka culimada u diinka agaasimayaasha guud agaasimayaasha waaxaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo dhammaan marti sharafta halkan fadhida guud ahaan waan idinka mahadcelinaynaa inaa soo aqbashaan sidii sharafta lahayd aan idinka codsanay inaan nagala soo qayb gashaan xafladan qiimaha leh ee aad u soo qadarisaan una tixgelisaan qiimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ay u leedahay bulshada Soomaaliland. Intaa markan ka soo gudbo waxaan iyagana si gaar ah oo kaliya laabo ugu mahadnaqayaa bahda aan ka tirsanahay inkastoo nimanka wasiir ahay ku xigeen haddana bahda aan ka tirsanahay ee aan weligeed aliya allahadiga salguureynin aan ku abtirsado ee beeshayda ah ee beesha saxaafadda ama madax banaanaadan ama mid dowlaha ahaadaan aad baan ugu mahadcelinaya. Waxaan halkan ka sheegayaa maanta oo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cusub sidii walaalahaygii iga horeeyaba ay sheegeen aan u sheegayaa wasaaradda warfaafintu inay tahay wasaarad mug weyn wasaarad xil ballaaran saaran yahay wasaarad qaranka u heegana habeen iyo maalin difaaceeda qalinkeeda ku difaacaysa codkeeda ku difaacaysa haddii ciidanka qaranka iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan ay qori iyo xabad iyo maxaan ku dhaadaa ay ku difaacayaan annaguna waxaanu qaranka ku difaacnaa hadaanu saxaafadda nahay qalinkayaga iyo qowlkayaga iyo baahintayada ayaa wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan saxaafaddu ay heegan ugu yihiin qaranka inay ugu hiiliyaan cod dheer iyo cod gaabanna adduunka oo dhan waxaanu ku gaadhsiinaa
دفاع قرن كان يهي ميلاد قرن كجمهورية الصومالين ولي هي وحلاه وسير عداني ووسير آدي آدو نصيب بدن هدي وسارد لو سو بدل يا دولستي هودي لغا سو كخيهي وها ويم وسارد او قيمها بدنيد يا ددكي او قيمها بدنا اي وسارد ورفافينتا او هيغان كو اني كو سو دوويان او اي كولا شقيهيان او اي مخان كودا كولا قبطان هاوشادا اد ليدahay اني كولا قبطان وسارد شقديدو دين عفرسمدا يا اقونتا iya maxaan ku yiraahdaa ay dhinaca tignikaalatiga ayay kala shaqeyn doonaan adigana wasaaradu waxay ka filaysaa maamul hufan oo toosan oo maxaan ku yiraahdaa u adeega shaqada iyo shaqaalaha intaas anaga ayaa balan qaadayna inaan anagu taayada ka soo bixno adigana waxaan ka rajaynaynaa taada inaad ka soo bixi doonto inta markan ka soo gudbo kelmad baan halka ka oranayaa khuseysa wasiirkii hore ee wasaaradda maalintii halkan xilka laygu wareejinay waxaan wasaaradan waaba ku dhex dhashayoon waana ku dhex dhalaninoo waayo anigu 16 jir aan soo shaqatay go form 1 iskuulka ah oo ardayada wax barta ayaan soo shaqatay wasaaradan aad u yar oo markaa deen hobigayga ay noqotay wasaarada warfaafinta lacagna lagama macaasho guriyana lagama dhisto shaqaalaheed waxba faa'iido laakiin wax la faa'iido magac iyo soo dhaweyn iyo karaamo umada dhexdeeda aad ku yeelato deedna hobigaas ayaa i keenay ilaa waqtiga way soo joogay cabdiraahina wuxuu ka mid yahay shaqaalaha aan aad iyo aad u soo wada shaqeynay oo wasaaradda warfaafinta aanu ka soo shaqeynay marka xitaa markaanu faanayno ama aanu maxaan ku dhaadeey hadlayno waxaan dhahnaa anagu dhagaxyadan yar yar ee ku jira halkan wasaaradda warfaafinta waliba kuwa ugu sareeya radio Hargeysa ay ku qoran tahay ila bergi hore radio Hargeysa meedan Ingiriiska ku qoray kuwa mid ka mid ah ayay noqonayaan khabiirada wasaaradda warfaafinta ee Cabdullaahina uu ka mid ka yahay waxan maxaan ku dhaahday marka leeyahay Cabdullaahina gama foga waa baxdeeni warfaafineed waxa weeyaan meel kasta uu tagaa waxan rajaynayaa inuu u heelin doono saxaafada guud ahaan iyo maxaan ku dhaahday wasaaradda warfaafinta aad baan ugu mahadnaqaynaa muddadii uu nala soo shaqeeyay la shukru ala al waajib mar hadduu qofku suxufi yahay wasaaradda warfaafinta hadduu madax ka noqdo iyo hadduu mijo ka noqdoba waxa weeyaan waa shaqadii uu lahaa waajibaadka ahayd ayuu gutay marka waxaan leeyahay welina kaama dhama inta cimrigaaga ka hadhayna waxaan rajaynaynaa inaad saxaafadda gacmaha kula sii jiri doonto waayo abtirsiinteeni bay noqotay inagu abtirsiin kale ma lihino caan baynu ku nahayo ma naqaano maxaa ku dhaahdaayey wax kale waxaan naqaano qofkaas waa wariye qofkaas waa fanaan qofkaas waa musician qofkaas waa cameraman waxaas inaga abtirsiinteenu taas weeyaan marka cabdullaahina taasaanu rajaynayaa hadii wasaaradda xanaanada xoolaha uu tagay cabdullaahi wasaaradda warfaafinta hadaba xanaanada xooluhu say isku ahaay waxay iga marakacaysaan gabdhaha wasaaradda warfaafinta producer iska ka barnaamij soo saaraha ka ah gabdhihii ugu horeeyay mid kamida ee ugu tayada wanaagsanaa Faysal Cali Xuseen ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha barnaamijkeeda sheegta marku wasiirku wasaaradda joogayna barnaamijkaas waxaa barnaamijku ku faano ee uu yiraahdo reer miigii ki banka joogaya ki buurta joogaya ki badda joogayba telefoonkaas ay ku soo hadlaan cudurradii xanaanada xoolaha iyo daweyntoodii xanaanadoodii baa looga jawaabaa maxaa u maleeyaan markii imika Cabdullaahi tagana barnaamijkan waxaan filayaa faa'iisinayna laba laabi doonto in maxaa ku dhaaday isaguna wax badan uu ku soo kordhin doono waana barnaamijyada ugu qiimaha badan ee ka baxa idaacadda maxaa ku dhaaday radio Hargeysa waxaan leenahay wasiir wixii aad qabatay waad qabatay taariikhdu iyada is qori doonta wasiir cadaanina muddo fara badan ayuu xilkan wasiirnimada soo hayay uu ku soo dhex jiray miisaaniyadeena maanta dalko dhami ku faanaayo waxa uu ka mid ahaa khabiiradii wax ka dajiyay markii wasaaradda maaliyadda wasiir dawladda ka ahaa hawl fara badan buu nala qaban jiray hadaan wasiirada nahay wuu noo fududayn jiray markii dambena wasaaraddii dawladda hawada shaqo wanaagsan buu ka qabtay maantana waxa weeyaan faraska waxa usha loogu dhufanayaa ka sii badiye wasaaradda warfaafinta waxa lagu keenay ayaan anigu isleeyahay hawsha ha kordhiyo ha laba laabo laakiin waxaan kugu bishaareynayna warwariyaanu ka galin inaad haysato maxaa ku dhahay shaqaale duuban oo cudud leh oo kas leh oo maan leh oo aqoontooda leh oo barnaamijyo waxtar leh iyo wax dalku ku faano gaarsiin doona waanan kugu soo dhaweynaynaa wasiirka hore waa sii sagooteynaa waana u ducaynaynaa inuu ilaahay khayr kala kulmiyo wasaaradda uu tagayo wasiirka cusubna waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay insha allahu tacaala kii farxad iyo nagaanshiyo
يمجع ونعكسن كجتاجا وزاردن إلى هاي هكاد يقول كل جنا ونسكو ما حدنا قناش شقي نقارن كوه قبناي شق بدن نوي نسوق إيسا وحن لا هي جنتي قديش عينو سكجدقنو ملك استا عينو تجنو هدي عينو نهاي سومالي لان وأنا محتسنتي وحن مركن ويريا يضانو صو صعدو صوفين توأوين يا هلكن فريدة سين على النور حجر هلك واحد يجمع وضع أحمد سيد عج بي بي سي ده فنانين تا بوسي halka waxa iga muuqata fanaanada aan ula karo hooyada u tahay qadra daahir xige aad baan u salaamaya waxaan jecelan lahaa warbixin yar oo idaacada in aan dhageysano oo kooban 3 minuut oo kaliya ii dulqaato xasan xan yusuf waa gaasimaha idaacadaha somaliland mudane wasiir waxaan filayaa markii wadanka aynu soo galay 1900 يقوبي سجاشن كي بشي جنوري كدي باتي لقبتي شركي برعاء شركة أمريكية لقبتي سمعنا لقنا واقع وسيرك وجري وسير دور هم تيالتها وحوها الله هون حرست اسمان آذن دول أقول لكم على درا كو أمريكا لقى صور هذا الله يرحم قوله أديك اللي سوق قالوا اسمان هان حد نقول إسا wasiirki 18aad ee wasaaradda faafinta ay yeelato aan muddada inta leeg mid kasta oo la soo maray waa la shaqeynay xaalado iyo duruufo kala duwan waa lagu soo shaqeeyay xaaladaha iyo duruufahaasi kuwa maanta lagu jiro qaar aad uga kakan oo aad uga adag oo ka dhib badan oo kaalis badan bay ahaayeen waxaan aaminsanahay إن هذا هو سير كي يقول نسيب كون أكسنا وحل لكن كسوها جاي أو ضل كنا هل كان مريو ضد كنا هل كان مريو أو وحول بقى أي فيدي استحتام بينه وبهنا يمرك وراء حبل لأبو راي أو حل وحل إذا بدل لو تاجيو أي أحد لكن ما أنت وحنو بهنا واستحتام وحي إن قال لمن آه وحن كارت شيني إن وحي نقال لمن نوصح الدون تهدي الله إلى هذا annaguna aanu kula shaqeyn doono wasiir Cismaan iyo wasiirada kale halkan fadhiya iyo kuwa madax noqon doona iyo kuwa hore waha intaba ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye een Qasim Ahmed Ismaaciil Diiriye Allah yarahmu wuxuu leeyahay nolosha gabigeedu waa golo ciyaareed go'aankeeduna waa sheekado galaysa taariikh gardarro iyo xumaan iyo samaan geysay noqotaaba qof buu xuddadweynaha gashaday gumaradeed maaliyeed qof bageed ku beertay buu goosan mariisa aan taariikhda ayaa idin sheegi doonta haddii alle ilaahdo diiwaankaas cusub ee aan ku sheegay qoola laga soo bilaabay ee kiis 18aad tahay baad galeysa insha Allah saasi quriisu dhiibka u ahaanaysa marka waxaan ka rajaynaynaa in taariikh fiican nagaga tagto haddii alle ilaahdo nu baal dahaba adigana kugu qoro wasaaraddu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan waxa waa dhexdaas ku soo biiray qaybta dhaqanka oo ay hoos yimaadaan fanaaniinta qaranku qaybtaasi oo lagu lamaaniyay wasaaradda faafinta markii horena wasaarad kale ka tirsanayd ee muddadii ay fanaaniintu ku jireen wasaaradda faafinta waxay sameeyeen horumar ballaaran waxaan jeclaan lahaa محمد محمود عيقى بوسي بل إنا كلمة سيو واحد شعيلا يأينا نير كيلا هذا وسير كي هوري اي وسير دو ورفافين تا عبد الله محمد ظاهر اكسي عبد الله محمد ظاهر واحد آدقو هم بلينا يا سيدي في عنيد من نورو الشقيقي هدان واحد لقب سيدي في عنيد واحد نولاقب تاي sidii fiicneyd waxaan u baahanahay baahiyaha iyaga uu dabool jiray aad baan ugu baahanqayaa wasiir xukuumad markaa kulli anagu fanaaniinta hadaan nahay sidaba ay ciidamada ayaan siir kala leeno askariba askariga ka soo horreeyay oo ixtiraamana fanaanba fanaanku ka weyn yahay ayuu ixtiraamaa waxaan ugu talagalay Cabdullaahi Xukuumad xagga dambaan ka sheegay wasiirka cusub aan hadaan isna waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa aan inkastoo magaca wasaaradda warfaafinta waxa kale oo aan amaanayaa isna ee agaasimaha guud ee wasaaradda oo isna aad noo la shaqeeyay
واحد النقل كان رينا لكن بقى عمانا كما قلنا وحا وسارد ورفافين تا واحد النقل كي وعي قلنت علينا واحد النقل كان نرقو مقا عبا لكن وعي قلنت بانا كما قلنا أنك على دي إن مقا عنا نرقو طرو حق بانو الله نرقو نرقو واحد النقل كي وعي قلنت مركة تفسير كقرآن كي حديث دي القرية وحن عبد الله محمد ظاهر وحن لي هاي مرة بعد بنقول علينا يا آد بعد ما حصلت هاي وحن أخوها هنا شرف هذا إنه واحد لقى كان هاي كرامة أخوها هنا سدوا ونكسنا إذا نورش قلنا سي أطباهي هاي جهود بقولي سي وسيرك عصمنا وحن شعلة يسأل سلك سكان نورش قلنا وحي نلقى بعضنا يا باهي كان أطبنا وسير سدوا ونوالي anagu sida askar taan nahayo halka waxaan noo fadhiyay nimaan madaxweynahayagii qolo wali madaxweyne leedahay maan dalaba marku fanaanka aha saxardid nin la yiraahdo jabiya ma laha u taqaanay waa madaxweynaha faqr wuxuu shahaadad gudoosin doonaa waaxda dhaqanka ah wasiirkii hore ee abdullahi maxamed ahil cukusi way yahay hadalkeenu soo koob koobno فرحان حاجعلي هون كيبل تي في قدوميه هذا يانو يوريا فرحان سودوو بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحان اكتبال ادو سلامي ماي برادر ان عبد الله عكوسي او اهم حاها دي صحفي روغ عدايا رونتينا نوران كرو هون كيبل تي في انتو تشوغي رونتي تشالنج كو وين يوم تي في قناة كوالا قلناي وانا ننشو قرنشنا انتو هاري ادبان اندي كورين لكن انتو تشوغي you almost catch up waxa kala noqonaya wasiirkan Usmaan isku qaarad baan ka nimid waan la socdaa isaga laftigiisa hawsha uu ka qabtay wasaaradda dowladda hawada waxaan hubaa horta mid weeyaan oo meeshu ku habboonayd buu yimid waa nin isaga laftigiisa har iyo habeen shaqeeya mar aan dhowr jeer ka duulayay maartay madaarka afartii barkii subaxnimo ninka joogay weeyay هذا فيد باني مدو لحدي بركي هب فيد نمو سقوم مدارك شو قالوا قوي كل شغلي إنه هالكي وكسي سو عندهم توانا سود وين يا ترت كا عصمنا أسهون كيبل تي في ميد بانو ميد كلام شيء جي يا وأنت على هاي رنتي هرنا عنو شيء جي أنت عندما بدأ ميد عن كتير صحافة ده هو تصحافة ده رنتي إن سيدوني نيجو هري شيء جي وعيداً رنتي عند رشدو ذو موقن لكن هذا أنا قرسومين ما لين دويد بانر كي إن قدومية محكمة السراء أي حكومة دويد يسي إنه تفسيره إن عيد عيدا كنا بس عيدا كا سي اي دي ذو أي يلان كران درشو أنا حن والله على قد درو صحافة أنا بلين درشو أو شنو نيو حاسك سبحان أنت عند كتير آد بانو ينشو قريه وحويا ووسارة دوجوين وسارة وحتروين ولا مارت قرنكا وحنا نشعل هاي رنتي إن أنت أتسمي سر قريبا نكنا إنك سونا دنا برايفت نهاي وسارة دوان دنا لاني إسكو بحه بينونا إنك إسكو دو عدول با هذا دوان سو دويني وسيركا وبالله توفيق قدوم يا أورك صحفيين تي سولتا حوتو لبدو وسيري خلك لك الوريجة يا دمان مسؤولين تا يوم مرت شرف تكن صغير شيء kulan kan aad baan ugu mahadnaqayaa marka la yiri gudoomiyaha soolja kulli soolja laba arimood baa laga filayaa soolja waxa uu doodaa saxufiyiinta soolja waxa ay ka shaqeysaa horumarinta saxufiyiinta marka intii badnayd halkan intii aan joogay hadal wanaagsan baa laga jeedinayay kulli mas'uuliyiin xilka la kala wareegaysana hadal badan oo wanaagsan bay halkan ka jeedinaysaa laakiin anigu tukad waan ka hadli doonaa kulli maadaama uu aan hay gudoomiyaha baxda saxaafada iyo fanaaniinta runtii fanaaniintana baaxada saxaafadda qayb ka yihiin laba kala maarmi oo kala hareema saacadda wasiir wasiirkii hore ee wasaaradda muddadii aan joognay soolja iyo markii hore warbaahinta ahaynba si fiican baan u wada shaqeynaynay soolja ahaana runtii wax badan buu nala qabtay muddadii uu joogay ama muddadii markaanu soolja joognay waxaa ka mid ah guulaha uu sameeyey ee uu fuliyay muddadii aan wada shaqeynaynay in uu ururka saxufiyiinta Soomaaliland miisaaniyadda qaranka ugu daray budgetkii
baarlamaanka Soomaaliland dhawaantaan saxiyeen oo islaana wax badan bay ka tari doontaa howlaha ururka sidoo kale sidii imika agaasimaha guud sheegay mar walba maadaama ku soo dhici jirtay idaacadiiba cayn kana telefishinkiiba cayn kana soljana mar walba alaamka ku soo dhacay waxa weeye suxufi baa la xiray institution saxaafadeed baa la xiray runtii wasiirku aad iyo aad buu noogala shaqeeyey sidii uu dhibaatooyinka bahda saxaafadda ku yimaada wax noogala qaban lahaa laakiin waxaan leeyahay faan wala fari kama qodna muddadii wasiirku nala shaqeynay wax badan nagala qabtay baahiyahaasi waxaa ku lamaanaa runtii baahiyo badan runtii oo ama ha ka yimaadaan wasaaradda ama ha ka yimaadaan xukuumadda kanu ka tirsan yahay runtii baahiyo badan oo aan waxba laga qaban baayaala oo dhacay muddadaasi sida soolji uu diiwaan gashan suxufiyiin 12 kiis baa dhacay intuu wasiir xukuumadda aan wada shaqeynaynay 15 ka mid ah saxaafadda ayaan u tirineynaa 6 ka midna xukuumadda aan u tirineynaa runtii waxaan isku taxalujinaa xagga saxaafadda inaan wax badan wax ka qabano wax badan baan u nagala shaqeeyay wax badan baan noo suurta galay xagga xukuumaddana runtii qaladaadka ka mid wax badan buu wax ka qabtay wax badanna way ku dhimin yihiin fariintaas waxay u socotay u taala wasiirka cusub ee wasaaradda runtii cadaani wasiir dowladu ahaa intii hore intan wasaaradda joogay baan xasaday qoladii wasaaradda oo ku wadi waa balka warama wasiir cadaan waa tan loo soo bedelay maadaama wasiir ahaa uu imika hawshu gacantiisa ku jirtay sida ay ahayd wax qabadkiisa wasaaraddaas runtii shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda oo rag badan aanu saaxiib ka nahay waxay sheegeen wax badan oo aan ka filaynayn cadaani inuu muddadii koobnida wasaaradda duulista joogo wax ka qabtay waxaan filaynaa wanaagaa laga sheegayo runtii inuu wasaaraddan warfaafinta oo sida halkan fariimaha laga soo gudbiyay qaranka kaalin muhiim ah kaga taala inuu baahiyaha ka jira wax badan wax ka qaban doono baahiyaha ugu badan ee maanta bahda saxaafadda haysta waxa weeye xagga waxbarashada iyo aqoonta runtii ayaan darooyinka ugu waaweyn weeye qaran 25 sano jiray inaanu maanta lahayn xarun tababar oo saxaafadeed inaanu lahayn aqoon heer jaamacadeeda wasiirka maadaama uu wasiirkii hore intuu qabtay aan sheegay wasiirkii hore ee wasaaraddan waxqabadka ugu wanaagsanaa soo joogana Cabdullaahi Maxamed Ducaale oo ahaa waxaan ka filaynaa bahdii waxbarashaduna halkan way joogtaa in wasiir cadaani uu isku taxalujiyo sidii uu waxbarashada saxaafadda runtii kaalin muhiim ah u qaadan lahaa waxaan ognahay budgetka wasaaradda warfaafinta in kaalin muhiim ay kaga jirto xukuumadda ugu talagashay in tababar laga siiyo runtii bahda saxaafadda Soomaaliland haday noqoto ta dawliga ah ay mas'uulka ka yihiin wasiiradan xilka la kala wareegaya iyo haday tahay ta madaxa banaanba way ka qatan yihiin waxaan wasiir cadaan ka codsanaynaa maadaama sanad horaantii la kulmay budgetka tababarada saxaafadda runtii inay wax badan geliyaan saxaafadda waanu ognahay soolchiinta ay jirtay waxaanu qabanay tababaro gobolada Soomaaliland aanu ka qabanay dhibaatada ugu badan ee taala ee xukuumaduhuna ka cabdaan waxa weeye saxaafadda saxaafadda waxay ku eedeen inaanay aqoon lahayn marka iyagu kaalintoodii ka soo bixwaayeen runtii in saxaafadda ee dal ugu galgasho runtii waxaanu arkaa inay tahay in ay xukuumadu dib isugu noqoto sida ay wax badan wax uga qabatay arrimahan ay wax ka qabtaan aad iyo aad baad u mahadsantahay wa salaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh wayay Xuseen Cali Nuur odayaasha saxaafadda ayaan Xuseen uga yeedhayaa xagan iyo fadhiya waji ayaan halka ka arkayaa iyo wayab muddo ayaan Cabdullaahi isniqiinay muddo aad u badan wasiirkii hore isagoo saxaafadda madax bannaan isagii mar hore wasaaraddan ka ahaa wasiir ku xigeen isagoo maxaan ku yidhaahaa hawlo kale oo kala duwan qaranka u hayay muddadaa oo idil mid ayaan ku yiqiinay tixgelin ayaan ka haysanay tixgelintaasi oo ahayd in qofka bini'aadamka sidiisa uu tixgelinayay halkan wasaaradda intuu yimid isbeddel weyn buu sameeyey waxaan si gaar ah loo xusuusan doonaa wax weeyaan hiddaha iyo dhaqanka fanaaniintii qaranka inuu soo xereeyay mar labaad oo ay xaruntoodii kusoo hoydeen waxa kale lagu xusuusan doonaa taariikhda manihin ummad xusuusata ee waxaanuna had iyo jeerba mid dayacda oo dadkeennii halgamaaga ahaa maanta intaan ka xusuusannaa aad bay u yartahay walaakiin si Cabdullaahi waxa uu sameeyey inaanu rugcu dadkii hore ugu jiray warfaafinta inaanu marnaba iloobin uu soo dhaweeyey taas waa mid kuwa dhibaataysan ay dhibaatadu haysato ama xanuun ahaato ama geeriba ku timaado inuu qoysaskoodii uu ka warhayn jiray arrimahaasina waa arrim aan aad ugu tixgelinayo oo aan marnaba la iloobi karaynin Cabdullaahi waxaanu rajaynayaa meesha uu tegayaba haddaanu nahay odayaashii saxaafadda haddaanu nahay
هاوينكي دادا وينها اكوسور راجي صحافة فهانتي هادي لي هاي فناني انتا انا نحسنو وحيا به وحنو رجاني ماشي وتاجيو اني تاهي هالبولة دقالة او دالكوليه هالبولة هالدقالة هانا انو ساغونا وحيا بغنكا كمانتور وزير كاوسوب وكيمي دوني دي هرم مرتي صحافة دان فهانتي انا نواركين دوني داسي سيقول لك ميسي اولا دغمو سيدا اي وحانو باهان لهاي iyo sida ay tahay dalka gudaha inuu la dhaqmo saxufiyiintana markana la hadlay iyagana fahantoodana waxay u baahan yihiin manihin sensational waxyaabaha xiisa gelinaya dadka ee kicinaya sida saxafada dibadda oo kale sida daily mail oo kale ay u la dhaqmayaan oo kale inaan u dhaqadna waa nagu gardaro maanu gaarin halkii dhaqan ayaan leenahay diin baanu leenahay ummad baanu nahay ummad halgan ku jirta ودوني سيني دوني زواي وقالتو وقالتو إلي واحد ننهي حساء هاته بل ميدون كود دايدا واحد ايكتين سحافة دا عدبو وحيابها ينقى الشيغان إيو واحد نسير أنبو سكى الشيغان لبدا مركز كبر بر ديكتين واحد عالكي كريتي لهو ليران واحد أنبو سكى الشيغان اي فالحميين اي بدنيهين بل قفنا با مجعلا إنو دبدا انتو سبحي سقاوية يانا نسقاوين حقيق دانا يان لغا تايد sida ay tahayna lagu la dhaqmo waan aad mahadsantiin waxaan jeclaan lahaa markan inaan u yeero wasiirada martida ah intaan wasiirka tamarta u yeerin waxaan carabaabaya xubnaha marti sharafta ee naga soo qayb galay halkan sidii idinka baan idin xusay mixile gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha u jeeda waxa kale oo isaguna halkan la jooga sida qolada airportka maareeyaha garoonka diyaaradaha iyo gaasimaha guud ee wasaaradda dulista iyo hawada waxaan aad u xasuusanahay khadar cali gaas oo aha maareeyaha tv ga qaranka ee hore inuu isaguna u soo hiloobay bahdiisii uu la shaqeynayay oo maanta halkan fadhiyo aad u mahadsan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka tamarta wasiir ku soo dhawo aad iyo aad baan u tahay salaamaya farxadna way tahay inaan ka soo qayb galo helwareejintan labada wasiir loo kala wareejinayo halkan labada wasiir waa laba wasiir oo cod dheer عبد الله داهر عكوسة تاتا سوا قراني سامر ملايين يا وانين روق عدا بعد حاجة صحافة دف روق عدا كوا ورنتي أنا في ليو هل كانوا وريج يي أها محوها يي حنانة ده حولها أو وزارة يرا قرصونة وأنا عد كده أدو دارين بفكر لي مقالس وسوين يعني في ليو مركو وريجو إن اسمان عبد الله سحرديد صاحب كي مددر دوري لاتن سنو وانين رنتي شغادة كو آدك واني دين كدر دار ميا ايمي كبا مجاملة دم يقانو حدا يقلدان تاي وكو شاك وكواني وقلدان تاي حدا شغادة شك ساكتان وكو شاك شغادة وات شك ساكتب قولي مركا رنتي نين هذا الكيسو توسيني هاي او آدي يا شغادة وقدرية او حل قاري اسكسار شغادة ويهي مددي قابنايد او جوغي وزارة دا محو هاي دولستا وحيابا لا تابان كارو مددا كوبان ايو كاقبتاي وحانان كو كالسونا هاي وزارة دا بلادان مهيم كا اي هالبولا انو وحيابا بدن كسو كردين دونو وحال كي عبد الله عكوسة او دقاي او كاقادي دونو عبد الله عكوسة وحيابا بدبو حال كي ويتو جوغي وزارة دا كاقبتاي وحوي وزير والبا وزير هالكي هرق ودقا ايو مكسي غاضيا وحاني واو حاوي جيتي لغو جيرو وحان مركا رنتي لبدا وزير با وقود عين ايا انو حلاهي حلقا كو استرو او هدي با ايد ما يكو تاكول ايو ان انو كالسوني با ومي مانكو غابا ان عبد الله انو عبد الله داير انو بوزار دو وريق ايو وحوين كاقبان دونو سدو هالكم باو قبطي كالسوني وينو وحانكو غابا انو وحيابو بدن وكسو كردين دونو وزيرك عصبة دولستي هودو وحن دوني إن كفاية دي استفر صدن ما داما أن لقو عصمي الحلوري جنتن إن هديد أن وزارة دن دو محوها بوعي قلنتا وزارة دهان دن وزارة ده تمرتن هاي أن بريها بكش غين إني ويا سولواتي مشروع تمر عصبونا تايدين سماين ايا ما داما أتراهين وزارة ده هبيني مالين بوي شقيسا ووزارة ده أبوين ووزارة أقول عن بدن مركز ما تكرن تضع وعن تبدن أنا قلت هاي جينا وهل كدولنا وحن قررناي
إن مشروع إمارات كدولة إمارات كونا قد قضي أو كوبان أي راه نص عرفة لبا أما صدح مريض الدولة دولة هاي أنه تبرع أسبوعنا تقل إنه تيو جوه رئيس وحنا كدرنا وزارة ده محوها وزارة دينا كدرنا سبب تتابع حوية كورنتا آدي آدو فربدن بهنتهن وهبيرين المال بس عطاء إن شاء الله تعالى وحنا في لنا مشروع عاسي لحد بولاد الصوص عضين وكل ما هذا نسيبنا حوة شيء عداني إنه مخاب مشروع عاسي لوريجو عذر وزير عدالة ده الصومالي لان وحين حسين هو حفلة قيمة بدن وحبلن با أمانتين لبدا وزير با أنت وان لقبا وحبلن با أمانتين وزير دن يكاردي غير قشرتو وان لقبا لكن إن دليل على وان لقاد دونا بسي وهل كان كشيء وحين وحنا هيدا كان كيو وعيقلين تا يقولوا هذا وعيقلين تا غيبت قديس وراك وقادنا قد سيدون كريم وقادنا ويلو بيتاملا وحن راعين يا واحد تلاهدين دقن عضلو قدري دين لقود درو خبر كود دان سايو هذا الوري يسوي تبيه هم باك لقود درو هيرك لو دي بي أنا يقول هو يجي يشوف يسوع عاوق ما داون هرتوا كرامة ولا شيء يقو هيرك جا قبل يكو نادر وحويان علبة دي هراء إن مركي نقول هذا نوع إلكترونيكا مكرفون عد كي يقو بحي مكرفون كان يقول هو بدل يا إلكترونيكا عد كان كو هذا يو كاسا مركا سوى إلكترونيكا لو دي بيا موديليشن وحبا لغو داري يسيو قادو او هيرر ويفو قادو اساقو سعودة هالكا عود بخي نمرنا هوا داي نمرنو ميليانيس ان ميليانيس ويف اسباتشنو كالدوان او باهان الى كالاسارو وعلا واحد عالم كعودو قباهاتو واحدو باهانتو نيد ان تريدو قاركاي سورتو علماء دو روح يدون جرين هبل اشارة قباتي وكرامة دالا شيغو الى هاي وحو افرادات قارا ايغو او ان هيرر كي وحان اركين اهما قال لغو داري لغو داري ان او فهمو وحسوس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد يا ساري الجبل سوق عسكر الدجال ضف إيه الدجال مياه إلى هي باتوصي وحول تاجي أن تنا جارة وعدو هالكامري هما جي يعود كيس هيكون هاليين إنه صوص ري ميريه وقالي قف كجرنا إياه إن بدنه ولاكسن وروح قعدادية وخبرة كله أيه جوب شوك ما تلقى كا وإلى لي شري أثقسك وإلى لي شري إن كلمة أفسامالي أنا هنا كبرتو dad garan sawiriyasha halkan fadhiya waan u qiraya goobjoog bay ka hayne wala ilaalin jiray afkeena maanta saxaafada ku baxbaro fiirsada bal qiimeeya wasiirka cusub iyo wasiirka waxan ku barbaarinaya oo ku dhiri gelinaya in gudi shaandaysa afka oo hufta waxaan u baahanahay waxaan ka iloobay afraydi halkan ka dhalinay igu yar dhalatay ya haya iyo ka kacay iyo hadaanu reer hebelnahay hirarka loo dhiibay oo odayaal ku hiraabayaan adawga hareeruhu soo u habran maayo halka waxaynu baahanahay sida uu sheegay wariyaha hore war waxa aynu gudbinayno waa mid laba af leh aynu miisaano qaranka heegan baa u tihiin waa intii aqoonta lahayd ee saxaafada baratay ee afka hufaysay ee ereyga kasoo baxay miisaamaysay inta halka joogtay intii isticmaasha waxa la leeyahay hambal iyo ilaahay idinka siiyo inta cusub ama aan soo baranin ama khaldan قبيلك كفرنا يس 24 hours كتيفيجا يلا عدها ومدي بلا أفلا صحافة ما ذحبنا يتقارن كبا وحلا يقارن كأهيلية عالم ككلا وادتك سرها ومد سوقت بيها وادتك عدو قبنا يسوش يجا وادتك سكر ولا شقي هاي لها جار كي أنا يلا لنا وحلا لنا هاي كارثة قارن كل دي وين تهاي وحبلا بعدين كده ما وحلا لنا هاي وزير داسي إلى هاي حلك هو فضل يكون عصب وعنو يا ريا وزير كقرصين تا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلو رأيت أنت أنا قال لبص الضباط باي كاني. لبص الضباط باي كاني بدو حوي أن وسارة أن أو أن كو أبتر صدقو. تلا بعد باي كاني تنو اللي بدو وسير أن أقام قارة ولا هي. ويا أنا يا عبد الله محمد طاهر عكوسي معلم باي سكول كنا الوضع غري. مدة أنا شيء جيني مك. اسمان عبد الله سحردي العداني isagana marxalada kala soo wado maray waxa gudoomiyihii SNM ee North America sanadihii halgankii oo isagana mudan baan aad wada shaqeynay anagoo markii horena asaaska SNM ka bilownay New England States ka leeyahay oo todoba state Boston intii New York ka xigta bari and mid walba duruftiisan wada lahayn xilligiisan soo wada maray laakiin waxaan ugu duceynayaa in maanta horta labadooda inuu Ilaahay xilka waastro een tabaha saxaafadana waxaan leeyahay soo dhaweeya la shaqeeyay Cismaan sida Cabdullaahi uu la shaqeynayseen Cismaanow waxna lagu tusiyay
وحيوبهين ولوش يبغوا واحد هراء ديك أنا عن حاجة ما الله ينوقش يا كيسنا هو training institutes in law هلا ورفع فين تعيز حافظ كتر كتب تبابرته ووسارد هو سماده والسلام عليكم ورحمة الله. وزير الدولة هذولستا هرنا وها وزير الدولة وحبر الشظا أيام مركن سودوين هي. أمين بالله شو جا أو وحي هاي مرة دي وزير هذا الله ينوق هلا ما يهين إن لبضن وزير لك الوريج حيل كسيدا وشجع حسين عبد الدعالة لبضن صاحب بان هاي labadood ba wali ba abdullahi waxa noo dheer waxba noo si dheer saaxiibnimada aniga abdullahi oo noo si dheer oo gacal baan u nahay aniga abdullahi maxamed daahir runtii labada wasiir sida la sheegay abdullahi maxamed daahir waxa weeye waxaan ku xusuustaa mar laale marka la yeeso Soomaaliland cadawba ku soo duulay mareekan baan joognaa waxaan jinnu ku sa hadlaya wallahi billah saga hadlaya wuxuu ahaa ninka kaliya uu jawaabi kara cadawga ee hadli kara hadalkiisu uu hadal yahay hadal togan uu ahaa ayuu ahaa iminkana inaga ma fogaana wuxuu tagay wasaarad kale oo kamid ah qaranku ma loo wada shaqeynaya qof maalinba meel baa la tagayaa hadii ilaahay yiraahdo een Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani sidaa la idin sheegay waa nin daacada nus ilaa iyo rubuc qarni baanu meel wada joognay wallahi waa qof wanaagsan oo daacada been oqoon khiyaana oqoon een muxuu ahaan aqoon laakiin shaqada ku adag shaqada uu ku adag yahay wuxuu doonayaa waxa uu ka shaqeynaya in ay socdaan waxa weey waa ninka waa nin daacada la shaqeeya si fiican loo shaqeeyo midna waa idin leeyahay saxaafadu waxa liyooday dhagax buur jooga ayaa yiri nin halkan ka tagay Hargeysa Hargeysa ka waran magaas ayuu yiri duulaan bay nagu soo qaadeen oo way soo socdaan markaas uu yimid nimankaanu timirta ka sugeynaa duulaan nagu soo qaadaya وعوية هدي إذا كان إذا كسر جيرة وحاجات سان وإذا كان إذا كسر جيرة نعذو جن جدي فعدان دينا أنو تمر أنو إذا كسر جن أنا وتقال نقص وقاطان نقص وقاطان دولدة والشعب نقص وقاطان ما وحلا إذا كبا هي هي سيدا صحافة عالم كينا وتقال تان مريكا بانو تشوكنا صحافة دو أما واحد دون تها هذا بيهوج عن كروج واحد دفاع ده دل كده ويسبر برتاكته هدي اللي قد دوليو وحنو إذا كعصرنا وردلكي نو شقيا وزير كان الله شقيا صاحب كي عبد الله محمد طاهر نو وحلا هاي إلهي حلك هكوا أسرو عدان نو وحلا إلهي هكوا أسرو حلك وحن سوقا نجيب جبدي اللي بدأ وزير بانسين دون عصي الشيء هل كلمة يا أبي بإيمان حسن أو ما جع عشق على كوه اللي دونا وورفا فينته بسم الله الرحمن الرحيم لما أنتي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اللي بدي ينمو وضعورن بالرينك سوكو بينما تنا ديال الكروي كما ودتين وسيرك عصب وسود ويلنا وسير عبد الله محمد ظهرنا وسيد ويلنا إن شاء الله تصالي روك هوبن بان دي سينية أنا مرة وحنا هاي شون يير أو قفرش أنا هاي مرة وحنا هاي سينية ستيل توكي وسير وحسن محمد يوسف الشيخي مالها وسيرك اللي حيتونات بمانت يلو وريو حقا وحسن الله يواد نهدي الكورونا يواد وناك سنتهي ميد كلنا ويشرتا مركا عن ورفافين تدبو يغنو عبد الله محمد ظاهر wuxuu ku jiraa dadka nasiib ka yar ee mihnadii ay ka shaqeynayeen ee madaxna ka noqda Yasiin Haaji Ismaaciil jirde Allahu naxariisto wuxuu ahaa wariye wuxuu ahaa afayeen wuxuu noqday wasiir ku xigeen wuxuu noqday wasiirka warfaafinta intaba Cabdullaahi way iska shabahan waa dadka mihnada ay hayaan ku guuleystay mid kala jirta arin baan idin sheegayaa aan bari wafti aan la socday burco ka bartay burco aan naga joogna ayaa la isdilay habeenkii koowaad habeenkii labaad ba hadana la istilay habeenkii saddexaad ba la istilay reebur caashir weyn loogu yeeray reebur waxa la yiri waa maxay waxaan oo dagaali odayaashi reebur hadal gaaban ba arintii kaga jawaabeen waxay yiraahdeen meel aan la isku dilin rag ma joogo yaani meel rag joogan waa la isku dilaa Cabdullaahi Maxamed Daahir wax badan bay ayay dadku yiraahdeen waa dagaal badnaayo waa hol badnaayo waa caynka laakiin meel aan la isku dilin rag ma joogo qolada xanaanada xoolaha walaa wasaaradda xanaanada xoolahaana waxaan leeyahay asii cabsanina Cabdullaahi Maxamed Daahir waa nin wax la dilaa waxna nooleeya waxa weey absolutely waxa weey wanaagiisuna waa xadaf markuu Cabdullaahi mid qana yani wax wanaajinayo markuu calaysanayo deeyo sideeda meel aan la suufin rag ma joogo dagaal badan ma jirin shaqal weynaha wasaaradda intii ay wax kala gaareen wasiirkeeni aanu jacleen buu ahaa in la isasaamaxo ayaan jecelo halka iga maqashisan saamaxnaakum الله يعزك عاد بعض ما سنتين ان وسير عثمان سحديد عاد باكوسو دوينينا ان وحا عبد الله ورفاف انت مركو وحكا جوابي وحوها ان هذا الكيس يعني هي لقرتين وحصوضه
عثمان لفتيسو عثمان لفتيسو ما يرستو أو أنتي أنو ومك وكثير حكومة يعني وشغينني لين ميل كستو كهذا هذا العطبها وحنو رجينا إن شاء الله إن أينو دمان تيمبا لا وضح شقينه أو أرين إنو فالحن أو عيبنا أينو كوانتونو إن سيمبلي ورفافين تي دولة دينو هي قرنك وبسيد هبل بنكو قرية أو إن عبد الله مانتا إسوء أجي عداني بمانتا يسي جستو حكو قرية وبسيد هبل أينو أريتها كوانتونو آدياد بوما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن كسو دوين يا وزيرك وزارة دحنا نضح لها أهلا أنا وزيرك هراء وزارة ورفافين تي ومانتا حلقة كورة جينية وزيرك عصوب عداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو مالين يا مركان سلاهضو وسارة ورفافين تن مراحل كايسو مرتي كشاكة وحا إنو قبرية يواجا وايو رجي هالكن كهلي يسحفين تا أما اسمي شاها وحي شاقان إني سيديد يوتوبان وسير صوم مرين حالكن وسير كاوغو الرييي إيقولا آذان دول أغا اسمها مامول كايار وها مركز سيديد يوتوبان كاو وسير مركا آنغا لايغا چارو ساقال كميدان وان لشقي او كوحيجين بان وها قار كوحيين بانوها قار وريال بانوها قار اغاسم مامول بانوها وحان كوحيين النغضي او وسارة وسير كسو النغضي موسي انشي وحانو النغضي علي وران عده وحانو النغضي عبد الله محمد دعالي وحانو النغضي ابيب وحان لسو شقي يقول اذن وان اغاسم قودوها كهرنا يسيدي ذبا إذا عاد يا سلامتا لبدي عود برنامج عود كيو جور رية كبحي إذا عاد يا سلامتا عيلة هاي وحن وهاي أنا جاي موسى أدري لا نحرس جنا كورابي هبن كي سومال لان دقو دواق ينا إذا عاد أنا تاتي هنا يي وركنا حسين عبد الله يتقسيب أخري أنا جاي تذكر بشاريني إلا ما أنت إلا ما أنت وين سوت هجنا لكن waxay igu farxad badnay abdi aadan qays soo halka fadhiya oo taariikhdiisa garanaysan ayaan nasiib u helay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay taariikhdiisa mushaar u qora wakaagtiina fadhiya waligii dawlad kama u qaadan mushaar waxaan noqday qofkii ugu horeeyay ee mushaar u qora isaga iyo kuwa kale ee shaqeeyay waan ku farxaa waxaan u jeedaan ilaa maanta ilaa bilowgeedii waa soo joogay shaqaalahaana waa la soo joogay shaqaalaha waxa loo yaqaan kuwo xasarad badan waxa loo yaqaan inay halka rabshada ka dhacaan waxa loo yaqaan in la isqabqabsado wallahi waxaan qirayaa inay dad gobayeen shaqaalahani waa gob waxaan xusuusnahay bustays ka warana oo aanu istuudiyaha gidaaradiisa ku dhajisano waa arkaysaano waxaa gidaarkadan madow ku dhajisan madowgaasi waa soundproof waxaa la diidayaa in codka ee koog uu nagu soo noqdo waxaanu ka dhigan jirnay busta iska warana oo aanu ka soo iibsano suuqa bustahaasi intii habeenkii gidaarka ka fujistaan huwin jireen subaxiina way ku dhajin jireen idaacadda raadiyo hargeysa halkaasaanu ka soo qaadna maantana halkan ay maanta marayso ayaan maraynaa anuu waan u yimi uu joogaa inankii aan ku yidhi maxaad bustaa meesha uga fujinaysaa ee igu yidhi caawin baan huwinayaa berina shaqada marka la garo waan ku dhajinayaa marka uu joogaa wallaahi weli uu joogaa waxaan jecelahay inaan xuso oo kale halkan waxa weeye meesha ummadda wax looga sheego haddii dhaqan tahay haddii diin tahay haddii wadaniyad tahay haddii waxbarasho kale tahay haddii wacdi tahay haddii wanaag tahay haddii xumaan reebis tahay halkani waa halka ummadda u ah meesha macallinka guuda ee wax looga sheego
dadka ka shaqeeyana dhamaantood waxay ku shaqeeyaan aqli iyagoo aan xaqi waxay xaq u lahaayeen wada helin xuquuqdooda ma helaan marka waan ku farxaa marna sidee u noolyiin maanta oo way ka wanaagsan tahay sidii hore marna waan garanayaa meeshii iyo duruuftii aan soo marray waxqabadka wasaaradda intii aan joognay filimaayo de halkan ka soo bilownay baaban ka hadalay sanadahan imika ministerka aan ahaa waxyaabaha aan jecelahay ee taariikhda uu Cabdullaah maxaa cusub ee kuu gelaya marka la igu yiraahdo waxaan ugu horeysiyaa inaan ahay wasiirkii ugu horeeyay ee idaacadda Qur'aanka Kariimka sameeyay waxaan xasuustaa waxaan noqonayaa wasiirkii ugu horeeyay ee idaacadda FM ah geeya magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan idaacadda Qur'aanka ka dhageystaan iyo idaacadda radio Hargeysa ka dhageystaan labadaba halka waxa yaala shan idaacadood oo aan wasiirka ku wareejinayno shanta idaacadood saddex inaga leh oo dawladdeena leh labana waa laba idaacadood oo marti inagu ah FM yadooda idaacadda radio Hargeysa ee short wave-ka way taalaa halkan oo 100 kilowatt ah oo gaadha inta afka Soomaaliga lagaga hadlo markay wada gaadho haddana laga dhageysto bariga dhexe intiisa Sokke Khaliijka ilaa iyo af Central Africa gaadha ha idaacadda FM ta oo waxa ka baxaya waxa taa kale ka baxaya uu yahay iyaduna way taalaa radio Hargeysa ay leedahay idaacadda Qur'aanka Kariimka oo iyaduna dhamaan laga wada dhageysto dalka oo dhan way taalaa kuwana ay ka dhageystaan dhinaca internetka ah idaacaddaas iyadu Qur'aanku lama baqtiyo 24 saacadood way shaqeysaa idaacadaha kale saacado go'an ayay hawada ka maqan yihiin saacadana way shaqeeyaan idaacadda BBC da FM teda oo iyaduna taalaa oo marti ku ah halkan iyo idaacadda VOA da shanta idaacadood ba yaala iyo TV-ga qaranka wixii aanu qabannay markaan inta xuso dhismayaasha hoolkan imika aynu joogno muddadan aan wasiirka abaanu dhisnay 4 xafiis oo kalena waanu ku korinay wasaaradda oo qaybta barnaamijyada TV-ga iyo ay isticmaalaan waxaanu ku kordhinay studio weyn oo studioha labaada waxaanu inta dhismayaasha baabuurta waxaan filayaa inay baabuurta aanu iibinay ilaa 6 ayay studio toban leenahay ilaa 6 inta aan joogay ayaynu iibinay waxaan xusuusanayaa oo aan doonayaa inaan sheego inaan sameeynay waxaan hore u jirin oo ah markii ugu horeysay awl hore radio ee wasaaradda warfaafintu waxay ku koobnaan jirtay dhismaheeda iyo maamulkeedaba iyo istuudiyasheeduba Hargeysa oo kaliya waxaan sameeyay inay xarun weyn aynu ka sameeyno magaalada Burco oo bariga oo dhan aan maamuli karta xarun weyn oo kalena waxaanu ka sameeynaa iyo istuudiyashoodii oo qalabaysan si buuxda u qalabaysan magaalada Buurame labada xarumood ee waaweynba muddadan aan joogay imika ayaynu kordhinay shaqada kale ee caadiga ahi waa shaqada ay wasaaraddu qabato waxaanu sameeynay oo aynu gacan qabannaa fanaaniintu waxay ahaan jireen wasaarad gaar ah wasaaradda dhaqanka waxa la oran jiray wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska wasaaraddaasi sida u dhameyd way ka baxday markaa waxay noqdeen waax ka mid ah wasaaradda warfaafinta waaxdaasi waxaanu sameeynay xarun u gaar ah maadaama xaruntoodii maanta ay tahay halka ay ku jiraan ururka dhalinyaradu ee waxa jira wasaaradda ciyaaruhu ee laga dhisay xarunta wasaaradda ciyaaraha marka halkii ay u guuri lahaayeen waxa dhistay Sonyo labaduba waa hay'ado ay dawladdu doonaysay dhismooda in kor loo qaado halkana maadaama ay tahay xarunta warfaafinta oo walba laga xukumi jiray wasaaraddu waxay u sameysay imika ku jiraan guriyo kiraa
guriga kirada baan u qalabeynay halkaas ay degan yihiin kooxda xidigaha oo fanaaniinta way madax banaan yihiin kooxo kale oo magacyo badan leh oo aan ku aragteen barnaamijyada habeenada sanadka cusub ubax fahmi barnaamijkeedo nice and stars kooxahaas oo dhana gacan saar baan la leenahay waxaanu sidoo kale la leenahay gacan saar iyo wada shaqeyn culimada culimada idaacadda quraanka oo kaliya inaanu sameynay maaha laakiin waxa ay ka shaqeeyaan wasaaradda idaacadda iyo tv-ga barnaamijyada diiniga ah waana shaqaale intooda badan marka wasaaradda waxa ay kulmisaa dadka ama macallimiinta bulshada hadday diinta tahay iyo hadday dhaqanka tahayba waxyaabaha ugu waaweyn ee kale intii aan wasiirka ahaa aanu sameynay aan hore uga jirin wasaaraddan waxaa ka mid ah inay wasaaraddu yeelato madbacad gaar ah madbacad taqaranka leeg oo qiimahaas ay ku fadhidaa aanu yarayn oo maanta shaqaysa ayaa qaybta dawan oo iyaduna xarunta timcada ku taala wasaaradda xafiisyadeedu qaybo fara badan oo kala duwan bay ku yaallaan madbacaddaasi oo shaqooyin fara badan qaban doonta ujeeddada ugu weyne aanu lahayna ay ahayd inay il dhaqaale noqoto oo keliya maahe inay saxaafadda badan kharashaadka kuwa weliba jaraa'idka ay ka caawin karto oo ay ka kabi karto haddii iyagu ay la macaamilaan annagoo aan caburinaynin madbacadaha kale ee ay ragga dadaalay iyo ganacsatada keeneen ee shaqadaasi haya oo aanay noqonaynin madbacaddan madbacad dowladdu leedo ku erida sidaa maanaan doonaynin waxaan doonayaa inaan sheego waxyaabaha kale aan doonayay inaan imika bilaha soo socda suurtagal aha ee qabsoomayay waanay qabsoomayaanba waayo way bislaayeen wasiirka tamarta iyo macdanta ayaa halkan idinka sheegay halkan qolada imaaraadka waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka macdanta iyo tamarta iyo safiirka imaaraadka inoo jooga lagoo ka shaqeeyey in halkan imaaraadku ay naga caawiyaan idaacadda radio hargeysa transmitterku xaggu yaallo dhabarkeeda ee banaankeeda weyn ee dhinaca bariga ka xiga ayaa waxaa la dhigi doonaa wax la yidhaahdo beerta solarka ama solar system ku filaada inaynu mishiinada kaga maarano mishiino cusubna waa ay keeni doonaan marka mashruucaasi waa 3 bilood gudahood waanu bisil yahay waxaa labaad oo bisil oo idaacadda qayb weyn wax ka tari doona iyo tv-gaba 770,000 oo dollar oo sdf-tu aynoo hayso oo iyadana wax weyn lagu qabanayo mashruucaas oo aynu qornay wixii lagu qaban lahaa oo intiisa badan qalab u baxaya gunnana ay ku jirtay dadka shaqada qaban doona waxaa kale oo aynu sameynaynay hool 1,000 qof qaada oo ay fanaaniintu leedahay oo lagu qabanayay dib u soo noolaynta qaybta dhaqanka hoolkaasina miisaaniyadda ayuu ku jiraa isagana waa la dhisi doonaa iyo xafiis cusub oo aan dalka hore uga jirin oo ah miisaaniyaddeena warfaafinta ku jira waa aynu imika samayn lahayn oo ah qoritaanka taariikhda snm taariikhda snm xafiiskii qori lahaa halkan waxaa jooga shaqaale 611 qof marka laga reebo tembereriga shaqaalahaasi qolada uu joogaa maxaan laha xildhibaan obamo beri dhaweyd burcuu ka yimid oo xanaaqsanaayo lahaa gobollada shaqaale fara badan idinkama joogaan laakiin waa runtii gobollada way ku tira yaryihiin waxay u badan yihiin shaqaalahaasi inay halkan xarunta ka shaqeeyaan ma aha macnaheedu inaan leeyahay gobollada markaa loogama baahnayn waa looga baahan yahay laakiin tirada iminka joogta marka aad eegto oo riboortara ah iyo sida ay tahay miisaaniyadda in loogu qaybiyo wasaaradaha kale baahida ka taala degmada oodweyne dee hal riboortar baa u joogi karaya tv-ga hal riboortar oo kalena wuxuu u joogi karaa idaacadda radio hargeysa dee ugu badnaan laakiin inay degmadu yeelato meel dhaqan oo dadka aqoonta iyo khibradda leh ee gabyaya ee heesaya lagu ururiyo oo dadka xirfadaha kale ee dhaqan leh qoraya wax walba qabanaya lagu ururiyo aad baan ugu farxaynaa inay wada yeeshaanna waanu soo dhoweynaynaa laakiin marka hore annaga dadaalkayagu wuxuu ahaa horta kuwan idin hoos jooga ee faraha badan leh cadaaladna u sameeya iyagana sidii noloshooda kor loogu soo qaadi lahaa
كشقية سنة كنوعي نو بسليد وحنا نملايني إني وحكة قاريني قدية إنه سمايني قدية دا إنه سمايني وحيا هاي اللي بقدي مدي مد ما ملكها وشقدي عادي جاهيدا كلا صارستها سمين ليد مدي كلا رجع إنه حلي وحنا نودرني سياسة عط أوه قدي أما قشان إن أي شغل حرير أو سير بحجين كاهي قدومي كاهي وحنا نكوندي قد دي الناس شغالها عدالة دو اللقاء عوضاية استسو قرسية معنى ماها إن إنو نريد كايمك اللعاق قاطة مد كليا واللعاق تا او قاطة او قلن تشقة دي سمجربة مد والبا شقة دو قبطة ويكاير تا اللعاق تا او قاطة مركاب الكود وقفي عن قرسية كوه هو سبه ما يفهم زانتا كود وحوقاق قاطة قارسية كوا عن وحبابا قادم وسيسو قارسية مركا اسكو شقيين لابدا برنامج سوساري سو قارسية لابدا اقاسم واحد سيسو قارسية لابدا كستو اسكو شقاي سيسو قارسية اذن كل لكن ايقيا سينيارة تيقودة شهادة دي هايستان اخلاق دودة شقوانا قودة تاسينا واقيمان كلا لكن مرك هرق قندا واي وحان لغو كلا دوي هلا يراه دو عدالة الراتالة ان اذن فهمسية هرت ماها لنا عم مشارك لنا عم مشاركة شقالوها موا اي موا بي موا سي موا دي سيدا شقالها كلا يدولة مركا مشاركة وايس كغمد وانا كعدالة اوا قندا وكليا وقندا تعدال دردو كجردو قد ذا شغل حرير وسبحيك أبا قدومية كايد مصطفى محمد قضح وماري كحيك تيفيك عبد الله آذن عمر ويب وقران إسان وضد كيس حافظة صواة صاصي وصحف وينا رو عطايا محمد محمود حسن متشر وقران إسان إسان وضد كي لا لحدا كي وواحد مجدا وانجنير متشر وشيف انجنير كا أنا حسين أو جامعة تبريل حجر باقران إسان أحمد سليبان وينو أقاسماء فرصة مضاءه إيا حسن محمد يوسف أقاسماء واحدة إذا عضاءه إيا محمد حسن علي وجي أو إساقونا ميترو كلاهو وداء ذي هوري إلا صحافتة إيا حسين علي نوري ورقا ووين صحافتة ومددي إلا تي وغوريس إلا تنودن بيسا لمان كشقيني وطاتك أي تهين لغا فايديستو حسين عبد الله الدقسي يو كردي مركا حبناها سي إنك إما كما داما حلكي نوريتشين إنو وحان واخري يانو جديد أنو شيقيا تهي ما أنت وحي يسوب الدشارين تطلو وسيركا يانو قطيقنا وحان انقلت لنا إنو كفا إذي استودتك سواتتك ووينا مقع لها خبرت لها شقادة أي قبري إنو حوية وكلية انتا شيقيا وحي هايد إنه قيميان درجوين كان قنضاء اي كلاقاذان كران وايو انه خلقن ورنتيسا نكا فرحان لايدا هدو هون كيبل تي في وميل برايفيدا خلقن تي في قران كالايدا وميل دولدين هون كيبل تي في ويا قانا تيرادا شقالا او شقايسا او كوبان او باهي هايدي كوان او باهنين مبا قرون ايبا ده خلقن قار بدن با لو قرية اي تهريبين واحد اللي هو ميل قرنه لكن واحد انقريا لحظة بقول يكوبي يسطن كاقف اي شقالها بلات مركيه قاعد قيستا وقيران افر بقول اوقف او شقالها والله مقاطان وحي حق لهاين وحكير بيقاطان وحوي وادد سوهل قمي وادد كسو بلعبي ميشا وقوه سيسي وادد ما انت هلكن تاين anigu masalan inta wasiirka iyo inta wasiir ku xigeenka intii madaxweyne ahmed siraan uu xilka qabtay waxa halkan cadaani uu noqonaya wasiirki lixaad wasiirka asha afarta wasiir ee ugu horeeyay waxa xilka hayeen saddex sano aniguna waxaan imika xilka hayeen saddex sano afarta kalena waxa xilka hayeen saddex sano ma aha macnaheedu inay mushkilad badneyd meesha oo aniguna aan sida macaanka loo noolaado oo la noolaa waa looga baahay qof walba waa inuu la noolaada oo uu kala fahmaa oo uu dadkan kala gartaa oo uu gartaa mid baa xanaaqsan oo qaadiraysan oo muxuu qaadiroonaya xal oo dhan buu soo jeeday uu shaqeynayay marka haddaad subaxii qaadiradiisa ka yaabto
oo aad tiraahdo maxaad adigoo dhalaalaya qurux badan oo igu qosli weeydi de qosli kari maayo ninkani xalay u soo jeeday uu shaqeynay saakin lixdii subaxnimana uu yimi idaacadda waxa la soo qaaday shanta subaxnimo ayaa la soo qaadaa shanta subaxnimo marka la soo qaado ayaynu guryaheena ku dhageysanaa lixda subaxnimo iyadoo hadlaysa idaacaddi inanka waxa la soo qaaday isagoo bilaa quraaca quraacda halkana laga siiyaa halkanuu ka quraacdaa marka waxaan u jeedaa aan duruufteeda kale waxba geli maayo kana warrami maayo anigu waxaan isleeyahay waxqabadkii ugu ballaadhnaa oo wada muuqanayo la taaban karayaan sameynna yaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan madaxda agaasimo waaxeedyada iyo madax qeybeedyada agaasimo waaxeedyada madax qeybeedyada ku-xigeenada oo ah dad khibrad leh tiirna kaa tiir dhexaadna kaa wasaaradda warfaafinta nin ku degdegayna mahadin maayo aniguna sidaas baan ku xanaanayn jiray wasiirka cusubna waan ugu yeedhayaa inuu sidaa ay yihiin ku xanaaneeyo oo uu la qabsado oo la noolaado waxaa meesha ku jira oo kale oo aan u mahadnaqayaa dadka dadka ugu edaabta badan leh ugu akhlaaqda badan leh waa fanaaniinta waa dad caqliga ku shaqeeya waa dad caqli badan caqligay ka faa'iiday ugu faa'iideeyaan ummadda erey bay suugaan leh erey uu fahmi karayaba wax ugu sheegaan waxaan intaa kusoo koobayaa un maanta u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud silaayo waayo wuu igu sharfay inuu halkan anigoo wasiir ku-xigeen ii magacaabo anigoo afhayeenkiisa markii hore ahaa maan dambana uu wasiir iga dhigo maantana wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan ka odhanayo xilwareejinteedan la sugayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta cismaan saxardiid cadaani wasiir ku soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay dadkan faraha badan run ahaantii ee halkan fadhiya ee xoogga ah dad badan baa ilaa intii la magacaabay waxay lahaayeen war ma wasaaraddii baa tegaysaa suxufiyiinta iyo rabashka badnayd dadna dadka halkan joogaan imika isha marmarinayo halkan waxaa iga muuqda markii meesheedu ku dhacday cabdi aadan qays xaggaana waxaa isheedu ku dhacday khatra daahir xige xildhibaandheyga muuse cali faruur baa fadhiya halkan jabiyaa jooga yuunis cali nuur baa jooga axmed siciid cigaa jooga farxaan baa jooga wasaaradda intaas kulmisay ama ay ku soo hilowday ama ay ku bawoobeen haddaan ku darana xidigaha geeska hadda waa garanaysaa yaa wasaaradda intaa kulmisay meel lagu soo orda mooyaane meel laga naxabo maaha ayaan leeyahay culimaahu diinka halkan fadhiya salaadiinta xildhibaanada madaxda qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo dhammaan madaxda wasaaradda oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ahna ahaa wasiirkii wasaaraddan nin aad iyo aada qaali ugu ah jamhuuriyadda somalilan cabdillaahi maxamed daahir waa mujaahid runta marka loo hadlo wax walba wuxuu dheer yahay waa nin mujaahid oo dalkan la soo kifaaxay oo la soo shahiiday oo ilaa maalintay darnayd iyo ilaa maanta wuxuu ilaahay caqli iyo effort uu geliyey dalkan geliyey wasaaraddana meel wanaagsan soo gaadhsiiyey aada iyo aada baan wasiirka ugu mahadnaqayaa marka ugu horreysa wasiir ku-xigeenka iyo aanu golaha ku wada jirno iyo shaqaalaha wasaaradda ilaa agaasimaha guud ilaa inta kale ee halkan joogta ilaahay baa mahadda leh ilaah weyne waaxidka ee maamuuskan iyo milgahan iyo sharaftan isugu keenkeenay dhammaantiin
أيان مركو جوه ريسورتو ما هنقيا وحوي أيان وحان ورانيا ووحس ككوبن ووحرم تي حاجة شغذونا وحوي دت كين تبضن وين نغنا هدو وريجي هاي ديكس ولا يغنا هدو حاجة ريه ولا يغنا هدو أحمد سعيد عجيه ولا يغنا وحان كبل عبي هذا الكيجة أنت أنا لا أرق لكن وزارة دور فافين تو أكبل عبنتو أما يكون شرتو وايو وحوي وقلبك يفرس من يغنى ذو وزارة وحان لي هاي وحان حوق صارية أو جهرية طيع تركا يا عصريين تو وزارة وكل قيسو لين على تي في يا راديو يودا يا دلولة شان قاعدة يا تكنولوجيا دا يا فرسموينكا عصري قاه يا الدنيا دو مالهم والبا يستعمارش وحانو كودة دالي دونا إنا نبرو أكتف نغرنو ووانو قراننا على ظهد تي فيغا إنا غدا عيا إيا ريد يوغا إنا غدا عيا إنا نهورت اسبير بارتسكو دي هالله اسبير بارتسكو دو اين دياري نو هادان انجينيرز كا اي فرسمان اي قاية دا ميش اي جوغا مركا علا دي تبعضو وحن هو وح بنا هادن سمي اي وح الى هاي ابو ري ما هي بنا هادن باسمي وح بنا هادن سمي يعني وح مانا يان قصب وحوية اينا نو كهول قلو سيدا نو قد يار قلو بلهين محان كورا هداي وانا اي ون منت اما اذا عدو اما تي فيقو انا هو دو قمقران كرين مركا قرشاس هدو فرسمو بهي يهدو لعقو بهي يهبا وينو كهلو قلينا وحان كو عكسينا يا وا قضبكا أرمها شغالها فربدنا وزارة دوائلة ذي هالك فردية هدو مد يهي برمنانتا يهدو يهي متمرير يهبا وزارة دو عدة كو سعوتا ماها وزيرك وسيركو حيجي ندنا معها دي جي ندنا معها وقاعد نسمع لك الربا إن اتصال أي طريق جاهان وزارة وعدة هالبولها ويواشق على ح وحن كده دالية وين كبر تشرنا سيدا أون قل هاي شقالة تيسن سيدا أون قل أون قل هاي شقالة حرم مرسن وحيو بهيين رونهان تيهلا هديت هاي دين عاقونتا هديت هاي حق حرفضها هديت هاي حقا يشنتا هي النظام كشغالاو وكس ليسي هاي او نغاضو احاضو ليس نسكوسين ميسو اما حبين كي بان سوچي دا انا قبا دوري يطول سعدود بان سوچي دا شري مركان بريكي جوغي هدنا اينا نظام كان كشغين يوحوها نظام صح قف كستا او شغين اياه oo qaranka uu shaqeynayo ama wasaaradu shaqeynayaan ama meel walba ku shaqeynaya waa run inuu soo jeedayo daal ku jiro laakiin hadana asluub iyo nidaam iyo system ka shaqaalaha adduunka uu ku shaqeeyo mid la mid ah ayuu yeelanaya anigu ma aaminsan fikirka oranayo Soomaaliland baynu noqonaynaa ka duwanahay adduunka adduunka weynu ka wanaagsanaa oo la tartanaa baan qaba anigu marka maxaan ku raadayaa aanu nahay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas aynu wax ku noqon karnaa وين ماكو قاعدي كرنا مركا واحد وين واحد نقول هنا شغالة حبيسن ورنتي استحترامه ما دام أي نسر كنا إنتي نحن حاسس كي ناركين إن جوا نسر كنا وين نقول نقار سكور هي ظروفها قار كا وين نقول نقار إسقدرين هي وين نقار نقول مركا قف واحد وهوجي سي كبوح وعكوي مادان سك كلو سج روحي وانا كجرت ورني انا شغلي سي قبانيا مركا دد فاملي بين النهي فاملي جاي نهدين وزاره النهي ما حن كره هذا ان ان ورفاف انت قيس كاسن نهي قوس كسن نقض مد سترام او استيهيا او اسهرو مريا او كانغه مالين وحنغه غادان اما انغه ما حن كره وحو باهن
أنا ملك استولى دونه هذاي نيجي دحين تاني نوكه قوانه يهذاي تاني إنه ملك اللي بلوره السنة وحنكون عكسين يا وحي تي في جي أفرن يهين يدعوه وبروغرامس هم برنامجيو سالوا يقان قيمة هالبرنامج هذا كبح تي في جي يدعوه يا ورجسية وأنا أقول لك أنا 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 أقول رول كهوة عيّة قلنتي ميالا بضن بوكالا ميالا آدي يا آدو فرابضن أيو قلا هدى عرور تينا تاي هدى قبائل كانيو وحن شراعي تاي هدى كووحو كلاو فرابضن او شراعي تاي إنا ينو نغنو مد كووة عيّة قلسة إلا ما أنت واحد حروا يسطا قف كستو كمهوريد سومالي لان هون كامل يا تي في غارنك يا راديو غا جمهوريه الصومال انا هرغيسي اسقون قف كتلبن بي خسب غليا غريوجي marka waxa ka baxaya waa inay noqdaan wax taabale de horta marka wareysa oo xaruuri daawan karto waa inay noqotaa wax ku saleysan hidaha iyo dhaqanka iyo diinteena iyo waxa xaruurteenu aan ku barbaareeso waa inay noqotaa horta ha marka aynu waa maxay sideen ku ogaaneyna waxaan abuurayaa gudi كتبان أبو ريا وزارة دعائلة هاي أو كشقية أفسو مالكين وار محوية هاي ورطة ها محوية هاي واحد تي في جينا كبحية محوية هاي واحد راديو يدينا كبحية محوية هاي واحد شرائط كينا لغو قرية أنه كوضة تشانينا أيينو واحد كسلينينا مد عروتينو ندقي سنكرتو والد كينو نا كفر حكرتو دلي يردينو نا كوكب عكرتو أيينو غنى سلام ويشك لغدينا كبحية مركز كودية بدن بوزارة دشرة إدوغو رسان كالاتا شانا يا هولا هو وزير كيوري أنا وياك خبرتو رفافيت عبد الله يولي يا نوملي أنا ورطة شير ماكي راديو هوري ألباني ما فهمت يا سيدي يا وكراني يا دوحو لي ركان أحد والبوذا هذي شرني راديونا مرايكن كان كو هيستي وان رينجري لكن وحان قريا عبد الله محمد طاهر خبرته اولي يحي انو ييغا خبرت بدا يحي ماركا مر ولبو رونتي وان رغان كلا تشنايو ايو كلا ميد يحي يو يعني حتى ما انت هلكا هولكا ديكتو خبرا ما فديت حداي فانتاي يا حداي دغانتاي يا هدي جابي تاي يا هدي برامبر تاي يا دينا على دينا عاد ودون توي مانسنا نوكا نوسال فروبا واتغرانسا وقتك سوكي شانو وغراني ابيغا ما فهمسا وحوي مركا وحنو يلين وحا تلا ميدانو دمان ولكن ايا نغنسا waxaan ku darayaa qodobka maamulka aniga arinta maamulkaygu waa tahay ima ka wayeenaan yeenaan oran hadhow leeymashay nin walaalow waxaad leedahay systemka wasaaradu waxa weeye waa wasiir waa wasiir ku xigeen waagaasimaa guud nin walaal waagaasimaa guud buu ku xiriiray aan isma qallay ima kaba systemka wasaaradaha uu yeelay aniga bay iyadoo duruf ku haysay mooy ofiskayga hayman waxa inaga dhaxayaan Suleymaan waa shaqo war haday dani ii ka keenayso waanu sameeyayno waxaan doonayaa inaad ofiskayga timaado xogeynteedu way ku furan tahay aniguna way ku furan tahay anigu lixdan shaqada soo gelayaa ama toddobada galabtiina way kula joogayaa habeenkiina way kula joogayaa ana ka bal qaadata so great miss any time baynu sarkayna laakiin waxa weeye wax walba system buu leeyahay nidaam buu leeyahay waxa weeye nidaamkaas aan ku shaqeynayna marka waxa weeye systemka iyo dhaqanka wasaaradu ay leedahay
النظام كعادي أيه المحاكم راح ضايع كوا ضجلينا كاسين وكل شغيلنا أقاسم الله ضاي أقاسم جود باشرة وسير باشرة سيستم كاسينو أتكيننا حولك لا سيجرو نقول من ماشوا تجوجو أيه المحاكم راح أتكيننا ونكم محاكم راح ضايع نكون سمعيننا قلب كان كتر يا وحوي أريمها بجتك وحلو وح وزارة اللوغون دي اللوغو تلا جلي ميل ميل كل جلي ماين هل كل لوغو تلا جلي بجلي يعني وقاعد هدي راه نسيب كارد جاي بجت جلي دي بدونه إن العقب بده نكون كتشرتو أنا كمان سمين وزير كيس سمين أجا أقول رجع سمين شيلنا أنا نقول ميل تنقل لي ميل كل جلي نيا مجرتو وحنا كوشة جيا بجت كواح كتشرة يا واحد الله واحد وزارة سوق الله وحيق لي يعني وزارة هي شغالة هذا كتلة قال لما يصدم كم بعمل تلو تو تولست يا هود اللي جيتي يا بقل دولار صدق بلوت كده واحد بنشوفي بس عصبة طبعا كنا وين يبي بويدين وين كذي وزارة صدق بابور ويرن وين كذي كدار نوان كدس أفر كنو دالر نلبي يصدون كي كن بيجي هرسي أو قري أفر كنو دالر معناه ذو حوي شلنا الله شلنا كي وزارة دا سوقلا هدو حيسيس كسوقلو يا هدينو مدحوينا كسوقادنو يا هدينو ميل كلاجينو شقالي هيدا يا وزارة دو وحي وباعن تهي هداي كوم الله دا تهي يا هداي حلقن تهي انتبا وعد كنت لك عشان أنا لعق واحد بجت يدو كشري أنا يدو كذي هاي لا كنت لك على تحسر وحن كلو كلمة دوني أنا كيد أهو صحافة ده ماذا حبنان صحافة ده ماذا حبنان وتير مهمة وأنا بدي حبنان يهين تهدنا الريجوليشن هم أنا كسارة وزارة بره أنا كمسؤولة واحد ذلك كده عيي واحد كسعونية فرحان ووجي عد كلا نويوكت وحن دورنا وحن كوضا شغالنا إنا نحوشنو إنا نحوشنو توديد الصحفيك نينك الصحفيك يتبوريد السومال لانك شغية وحن نحوشننا إنو سحافة دي سوضا مركا قولين اسكوري مننا وحوي ومركا ناشنال سكورتي إشي يسكشو وحا الله وحا خطر كوكينية هذا يعيد ماذا نغطو إياها ولا السيرة والدولة دولية هاي ما أقبلين نوم عدنا كأقبل منه ولا ميد بدح بنام أنا كأقبلين ولا ميد ويب سايت استان أنا كأقبلين ولا وحا أنا كأقبلين ميد قرر كي بوريد سومال لا وش قيوم يلك له سعادة ستة بوم حس كدرته نبيت قليه ده يا أتكين تج بوريد قرر كسومالي لان قف كستو بوريد سومالي لان قف ميد كوجور يا وحوي إنه إلاليه oo adkeeyo sirta qaranku u leeyahay anuu mareekan baan ka imiyo saxaafada madaxa banaane ee dunida ugu caanki waa ta mareekan haddana waxyaabaha aan ku dhicin ba jiray inay qorto markay national security ga ay timaado marka waan wada shaqeynaynaa waa qayb kamida qaybta waxaan ku raadahay dalkan faa'iido u leh waan kala shaqeynaynaa waan u tayeynaynaa waan una dirigelinaynaa runahaantii waxaan ku raadahay jirto قدام كلام وجود بيا وحوي وارمة هدقنك، أرمة هدقنك يهدى، وحق بعين لا يلاليه، وحق بعين لكبعيه، مركه وحوي يهدى هي دقنك، وحان الله شقين إن حرون تدقنك، جامع موسى وكم ذا هذا يجي، وحان وكش قين إن وان ديريجلين يا سلي لا ورورين لها أو لا يلالين لها وحلا وحي سوغانا وحلا وحي قبيايا waxa la wixii qoraalay hadii kitaab ay tahay mid lagu hayay 1300 sanadood ka hor ama 200 sanadood ka hor waan soo ururayna dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa waa taariikh iyo aathaar aynu leenahay in loo keeno xarunta dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland si aynu u ilaalino taariikhda oo aynu u kubcinayaan leenahay marka waxa weeye gabayada waynu tayeynaynaa hidaha iyo dhaqanka ciyaareena waynu tayeynaynaa
برامبورك وينو تيينينا ترتن كردقن كينو سوعلينينا أنا قال لي ما تيدين ده عرنتي ما عرنتي لو هذا ودين تالنت كاك شوقي ما هو سموه تالنت وزير you get talent أدوية ده ما كسرعته فنان كاك كاك صوبحية كبيعي كاك كاك صوبحية وحوي يا بابا ضم بكاك صوبحية وين سوعلينا دي ها ها وين سوعلينا وين حبيننا نظام نظام أيام ما حنكون هذا وين وشيقنا وحن في رجع رسينا يا حسبي هذا معارض كا حسبي هذا معارض كي صحافة ده هلكن وهو هذيك سه يدولد ها وهو هذيك سه واقعي بكم ده وحن نه الدل ديمقراطية وين نه دل كمر كانوا ديمقراطي نه هاي هذا يجو صدرن ويا أنا نو كخس بماي مفهمت يا لكن وحو ده صدر تان ونسيدين مركا وحن لا يعني حسبي هذا معارض كو وجاد صحافة ده هلكن الدولة دوائلة ده هاي وحبات كل يدي وحبات كل يدي هين سيد لوجو تلا قلبان هو ولينا أصلون عسى هاي ستو شروع ده يد نظام كا وحبا كم الدولة دي كم حان كل هذا يك الدولة ده وحان كلو دوني أنا وش يقول ورك صحافة ده سولشة يجن وان الله شقيننا هذا يتحكم عنده صحفيين ته تريرين كودة وحبر الشدودة وحورن دي أربان واحد وحكلو مهمة وانش على هين إنه إلى عشان وحي عثارة أنا ولا نهاي سيد اللاسجيل دول كله شيء بوريد سومال لأنه وح بدن بكوتشري أنا تب أنا وبارنو ولا لا يروح عنك يا بحياة أنا جو si sharaf iyo qadarin waxaan isugu yimaanaynaa waa shaqo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo u haysan dadka maanta muhiimka ah la hubay inay joogayaan wasaaradda weydanka abdullahi wa tabata la bedelay aniguna britain tagi doona waa wax walaa laakiin cida jiraysa ee wasaaradda joogaysa waa idinka weeye waxaan balan idii ka qaadaya waxa la wixii tayeyna iyo horumarina wada tashiina ku yeelanayno aynu ku wada shaqeynayno aad iyo aad baan idin salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wasaaradeena waxa jira hablayeena maba xubna xanuunsanaya oo xanuun u jiifay qaarkood muddo xubnaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ugu tagay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuu aqbalay in caafimaadkooda wax laga qabto waxaa ka mid ah Faysa Cali iyo Raxme Ibrahim Saciid Aadan Cige Axmed Maxamed Baaruud Saciid Casayr Cabdillaahi Quule Abwaan Afkuriye Abwaan Cabdi Ismaaciil Basbaas iyo Cawli Iimaan Xasan caafimaadkooda waxba laga qabanayaa وزيرك هوري والفافينتا عبد الله محمد ظاهر عكوسي وحا سعر الدين محمد شبيه وبهذا فنكا كوكيلا وقدونسي شهادة شرف شهادة كلي وحا وزيرك هوري والفافينتا قدونسين يا قاسمها قود والفافينتا محمد ذلك عسي شهادة سوا عكوسهم تنطا هاي مقع عشقالها وزيرك لقدونسين يا مسؤولين تا شبال ايا يسيقنا قدونسين يا شهادة اذا عدى قرآن الكريم كه وعن سلام يا أبو عبد آدم قيس مع اللي الفيصل فرفر له يو سعر دي شبية وهل كان كوسبنا صدح ذا شهادة وحل قدون سي وزير كورا وفافينت عبد الله محمد ضاير وعكوسي مرتدان هرنات
هدوينا هان هانوننا حصاونا جنت وهجنا